أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام على نبينا وآله عليه السلام: يا داود، اسمعوا جيدا، لو يا داود لو يعلم المدبرون عني، القسم الثاني المدبرون عن الله، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم؟ كيف انتظاري لهم؟ الله تعالى يقول: أنا منتظر لكم، لماذا لا تأتون إلي؟ لماذا تفرون مني؟ أنا أنتظركم. كأن صاحب البيت ينتظر الضيف. الله أكبر. هذا الشهر شهر رمضان، ونحن في ضيافة الله جل وعلا، يعني الله تعالى ينتظرنا كي نجلس على عرش ضيافته ونتضيف عنده معنويا وماديا. يقول: لو يعلم المدبرون، يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم. هذا أولا. ورفقي بهم، ورفقي بهم، أريد أن أرفق بهم. لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم أولا، ثم ورفقي بهم ثانيا، وثالثا والشوقي إلى ترك معاصيهم. الله أكبر. والشوقي إلى ترك معاصيهم.